الحمد لله ذي العزة المجيد والبطش الشديد، الفعال لما يريد، والمنتقم ممن عصاه بنار بعد الإنذار بها والوعيد، والمكرم لمن خافه واتقاه بدار له فيها من كل خير مزيد. فسبحانه وتعالى قسم خلقه قسمين، فمنهم شقي ومنهم سعيد. وسبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانك ربنا وأنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد، تعلم ما في باطن الأرض كمن هو على ظهرها. أرسلت إلينا الحبيب صلى الله عليه وسلم للخليقة هادية، وعن المنكر ناهية، وللمعروف آمرا، ولكتابك تاليا. سبحانه وتعالى اصطفى عباده المتقين ليعلم انه تواب. افسمعت عن زلة ادم وما جرى من عتاب؟ وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصور المحراب؟ احمده جل جلاله على رفع الشك والارتياب، واشكره جل جلاله على ستر الخطايا والعاب، واقر له اقرارا بالتوحيد ينفع ليوم الحساب، واعترف ان المصطفى صلى الله عليه وسلم هو لب الالباب، وعلى جميع اصحابه ابي بكر خير الاصحاب، وعلى الفاروق عمر الذي اذا ذكر في مجلس طاب، وعن عثمان بن عفان المقتول ظلما ولم يتعد الصواب، وعلى علي البدر يوم بدر وصدر الاحزاب. فالعقلاء في الدنيا اربعة: رجل ترك الدنيا قبل ان تترك، ورجل بنى قبره قبل ان يسلخ، ورجل الارض خالقه قبل ان يلقاه، ورجل صلى قبل ان يصلى عليه. ولما نام سيدنا ايوب عليه السلام على فراش المرض، فدعا ربه قائلا: يا رب اجعل البلاء يصل الى كل اعضاء جسمي، ولا تجعل البلاء يصل الى لساني حتى اضل اقول لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي مدحه القائل فقال: نظرت الى روض النبي فهالني، نور بدا من بعده قبل قربه، فقلت: ان كان الجدار منورا فما بال جوف القبر، ما بال من به، وما بال ترب ضم نور محمد، ونور محمد من نور ربه. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون في كل بقعة من بقاع الارض، حييكم بتحية الاسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في ليلة تكريم رحيله الكريم عميد عائلات المهدي الذي ترك لنا الاحترام.
الطاق وترك بلا الواجب والذي ربى فأحسن التربية رحمة الله عليه الحج عباس المهدي. جينا مشاركين القصة الكريمة وعلاة المهدي جميعا، استاذ ابراهيم عباس المهدي، استاذ محمد عباس المهدي، قدمونا جميعا بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى ليقدم واجب العزاء الى القصة الكريمة. ومن حس الطالع انني قد شرفت بعلم من اعلام جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، وقارئ من قراء الدرجة الاولى بالاذاعة المصرية، وسفير مصر الدائم نحو انحاء جمهورية مصر العربية والدول الاسلامية، وملك المقامات بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم. اسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال خلاص شكرا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى اذكر الله ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما مشيدة
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل ما أصابك من حسنة
وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ما أصابك من حسنة فمن الله وما
أفلا يتدبرون القرآن
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا فلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل فقاتل في سبيل الله اصبر الله فقاتل في سبيل الله نفسك وحرِّض المؤمنين ما
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة يقول له كفل منها وكان الله على كل شيء وإذا حييتم بتحية
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. صور بالمرشد، صور صور صور. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا
مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبعد إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي عطر بها هذا المكان ذلكم العلم والقطب القرآني والذي شرفت به الإذاعة المصرية قارئا وعالما ودعامة بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وقارئ من قراء الدرجة الأولى من الإذاعة المصرية والعائد إلينا من دولة بنجلاديش الذي أثبت للعالم الإسلامي أجمع قوة أدائه وبأصالة أحكامه وسفير مصر الدائم في جميع العالم الإسلامي والعالم العربي والذي أمتعنا أمس عبر أسير مجاد إذاعة القرآن الكريم في الأمسية الدينية وملك ملوك المقامات بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك تكريما لربح راحلنا الكريم عبيد الواجب في هذه المنطقة رحمة الله عليه حق عباس المهدي جئنا مشاركين القصة الكريمة وعلات المهدي جميعا في ليلة تكريم راحلنا الكريم الذي ترك لنا جميعا عن الواجب وترك لنا الاحترام وترك لنا التقدير رحمة الله علي الحج عباس المهدي شركينا الأستاذ إبراهيم عباس المهدي سيد محمد عباس المهدي وآل المهدي جميعا يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى أن يكلم واجب العزاء.